عندنا كان لنا تحدي بالوسط العربي، ومسؤول الشطرنج في الوسط العربي او في الشمال، لكن من قبل الاتحاد الاسرائيلي بلش بهذا المشروع، عم بيعمل كتيب صغير لجيل 3-4 سنين 5 سنين. الفرقه ممكن تكون بين 4-8 طلاب، بدهم شغل كثير خاص وشخصي عملي. فالفكره هاي بلشت بتبلش تحت الوسط العربي السجين في معليا، في عنا الروضات، هم طلبوا الاهالي عندهم وعي كافي، يعني اولادنا بالروضات، مش بس ترسموا يلوموا بدنا شيء كمان في انه احنا انه بعرابي كمان يجي على اللقاء. جونيا نعم. كيف كان تقييمك للطلاب بالتعليم؟ التقييم كان جيد جدا، ممتاز. اول مره في دوره بيكون هذا الالتزام والدعم من الاهل والالتزام الدائم باللقاءات، يعني في الوقت اولاد مربيين مؤدبين عندهم تميز من ناحيه علميه، الله يحميهم كلهم، كان كل شيء تمام. نعم. عاده هاي دوره في لها تتم طبعا هاي دورة المبتدئين، هن 4 مراحل، في المتقدمين والمتميزين والمتفوقين جدا. هناك احنا بنحضرهم لبطولة اسرائيل في الشطرنج، طبعا هاي مش اليوم، بعد سنة سنتين ان شاء الله، مع المشاركة مع معهد سالي للابداع ومعهد العلا، ممكن نبني جيل جديد يشارك بجدارة في بطولة اسرائيل. تقييم كل التخرج الطلاب اليوم؟ اولا شكرا لكم. احنا اسسنا نادي شطرنج طبعا تحت كلية العلا، اللي هو مش بس لأولاد الجيل من 5 سنين ل 18، هو كل الاجيال. طبعا غنى عن تعريف كنادي شطرنج، احنا بنيناها مش كدوره فقط، هي كنادي مستمر وله اهدافه. طبعا نعرف عن اهداف الشطرنج، انه نحكي عن ثقافه شعوب زي روسيا ودول ثانية اللي كانت دول متقدمة وفاقت العالم وتطورت عليه. من لعبة الشطرنج اللي هي نمت كثير فصل وشغلات عند الناس، زي التفكير، تخطيط، تقوية عضلات العقل، التخطيط السليم، التفكير السليم، احترام الغير. طبعا هي فصل بحبوها من اللعبة. احنا ان شاء الله كدفعة اولى اللي هي خرج اليوم حوالي 40 طالب كدورة اولى من المبتدئين، في دورة ثانية متقدمين، وفي عنا ان شاء الله نوصل على مرحلة اللي هي الليغا محترفين. هيك هدف النادي ان شاء الله ينشئ الطلاب ونوصلهم للاحتراف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا.